السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي كلام مظبوط. معاكم صيدلانيه مرهان محمود. هنتكلم النهارده عن الارجان اويل او زيت الارجان ليكويد جولد، السائل الذهبي، اغلى واندر زيت في العالم. ليه اندر زيت في العالم؟ لان بيتم استخراج زيت الارجان من شجره الارجان اللي موجوده في المغرب، اللي اعتبرتها اليونسكو سنه 1998 ان هي محميه طبيعيه، نتيجه لان شجره زيت الارجان بتطلع ببطء شديد جدا. وجدوا ان كل 1000 كيلو من بذور شجره الارجان بيدونا 1 لتر بس من زيت الارجان. كمان عمليه استخراج الزيت بتبقى صعبه جدا، ويجب كلها بتتم على البارد عشان نحافظ على المواد الغنيه اللي موجوده داخل بذور زيت الارجان. اول استخدام اللي هو ترطيب البشرة. نتيجة لاحتواء زيت الارجان على المواد الغنية الموجودة فيه اللي هي الفيتامين اي و اي كأنتي اوكسيدانس والفاتي اسيد اللي هو اوميجا 6 و 9، خلته من اكثر الزيوت سهلة الامتصاص من البشرة، لانه ملمسه بيبقى زي المية، ما بيسيبش اي ملمس دهني على الجلد، فامتصاصه بيبقى سهل وسريع جدا من البشرة. عشان كده هو بيبقى حلو قوي في ترطيب بشرتك قبل النوم، تدهني بيه وشك ورقبتك وايديك قبل النوم، ممتاز جدا. كمان ممكن تستخدم كليب كونديشنر في ترطيب الشفايف، كمان ممكن تستخدميه في ترطيب الاي ليد اللي هي الجفون اللي بتبقى جافة. تاني استخدام ليه، بيستخدم كأنتي ايجينج او كأنتي رينكلز، مضاد لظهور التجاعيد. ليه؟ احتواء على فيتامين اي اللي هو كأنتي اوكسيدانت، اللي هو بيزود مرونة الجلد، فبيقلل ظهور التجاعيد وبيقلل ظهور الشيخوخة المبكرة. عشان كده بيستخدم في علاج الستريتش مارك، خصوصا عند الستات الحوامل، ادهني بيه بطنك طول فترة الحمل، بيقلل الستريتش مارك لانه بيزود مرونة الجلد. بيستخدم كمان في علاج البشرة الجافة اللي هي بتبقى فيها اكزيما وجفاف شديد جدا واحمرار، لانه احتواء على المواد الغنية الفاتي اسيدز والانتي اوكسيدانتس فيتامين اي و اي بيساعد على اعادة تجديد البشرة وزيادة نعومة البشرة. نقطة مهمة جدا، وهي ازاي افرق ما بين زيت الارجان الاصلي وزيت الارجان المغشوش. هقول لكم على 9 نقط بيهم ان شاء الله نقدر نفرق ما بين زيت الارجان الاصلي والمغشوش. اول نقطة اقدر افرق بيها الارجان الاصلي عن المغشوش، المكونات المكتوبة على العبوة لازم تبقى ارجان 100%. اي زيت ارجان اصلي ما ينفعش يبقى معاه مواد عطرة، ما ينفعش يبقى معاه مواد حافظة، ما ينفعش يبقى موجود معاه اي زيوت اخرى، لان اضافة اي مكون من مكونات دي زيت الارجان هيبقى كده زيت ارجان مغشوش. يبقى اهم شيء مادة المكتوبة على العبوة بتاع زيت الارجان تبقى ارجان 100%. تاني نقطة، العبوة اللي موجود فيها زيت الارجان ما ينفعش الاقي زيت الارجان في عبوات بلاستيك او شفافه. ليه؟ لان زيت الارجان بيحتوي على مواد غنيه جدا اللي هي فيتامين اي و اي، مضادات الاكسده، الانتي اوكسيدانت، وديت ما ينفعش تتعرض للضوء. عشان كده زيت الارجان الاصلي بلاقيه في عبوات ستانلس ستيل او عبوات معتمه للضوء. ثالث نقطه، السعر. زيت الارجان الاصلي سعره اغلى من زيت الارجان المغشوش. ليه؟ لان زيت الارجان عمليه استخراجه صعبه جدا، كلها عمليات بتتم على البارد، بيتم عصر البذور يدويا، ودي عمليات كلها بتاخد مجهود كبير جدا عشان نحافظ على المواد الغنيه اللي موجوده فيه اللي هي الفاتي اسيدز والانتي اوكسيدانت. عشان كده عمليه استخراج زيت الارجان بتبقى صعبه، عمليات كلها بتتم على البارد ويدويه وبتاخد مجهود. زي ما احنا عارفين ان كل 1000 كيلو من البذور بيدونا 1 لتر كمان، زي ما احنا قلنا عمليه استخراجه بتبقى صعبه، عشان كده سعر زيت الارجان الاصلي بيبقى غالي. ما ينفعش الاقي عبوه 50 ملي او 100 ملي مثلا ب 200 جنيه. رابع نقطه اقدر افرق بيها زيت الارجان الاصلي عن المغشوش هي الريحه. ريحه زيت الارجان يعتبر ريحته عطره خفيفه جدا، ويعتبر ملوش ريحه غير الزيوت الاخرى زي زيت الزيتون او زيت اللوز او زيت جوز الهند، ودي نقطه مهمه جدا اقدر افرق بيها الارجان الاصلي عن الارجان المغشوش. خامس نقطه، الملمس. ملمس زيت الارجان بيبقى خفيف جدا، شبه ملمس الميه، قريب لملمس الميه، عشان احتواء على المواد الغنيه اللي موجوده فيه الفاتي اسيدز بتخلي عمليه اختراقه للجلد وتشربه من الجلد بسرعه وسهوله جدا، ما بيسيبش عندي اي ملمس دهني، اي ملمس جريسي او دهني على الجلد. عشان كده ملمسه بيبقى شبه ملمس الميه وخفيف. ديت خامس نقطه اقدر افرق بيها زيت الارجان الاصلي عن زيت الارجان المغشوش. سادس نقطه، لون زيت الارجان الاصلي بيبقى ذهبي فاتح او اصفر ذهبي فاتح، عشان كده هو اسمه الليكويد جولد، السائل الذهبي. اي زيت ارجان تاني مغشوش بتلاقي لونه اغمق شويه، بيبقى غامق،
ليه؟ عشان هما هنا ممكن حمصوا البذور قبل الاستخراج او قبل عصرها، بيخلي لونه بني شوية. لون زيت الارجان الاصلي بيبقى اصفر فاتح. سابع نقطة عندي مهمة جدا، ابص على الملصق اللي موجود على العبوة بتاع زيت الارجان. اولا لازم يبقى مكتوب عليها ارجان 100%، لازم يبقى مكتوب عليها صنع في المغرب، لازم يبقى مكتوب عليها مستخرج باردا، يعني عملية استخراج الزيت على البارد. نقطة بقى اقدر افرق بيها ما بين زيت الارجان الاصلي والمغشوش، هي عندنا زيت ارجان لمستحضرات التجميل وزيت ارجان للطهي. اهلنا في المغرب بيستخدموه في الطهي، فعملية استخراج زيت الارجان للمستحضرات خير عملية استخراج زيت الارجان للطهي. للمستحضرات بيتم عصر البذور على البارد عشان نحافظ على المواد الغنية الموجودة فيه، فمنلاقي الزيت لونه اصفر فاتح. لكن عملية استخراج زيت الارجان اللي بيستخرج للطهي بيكون غير، بيجمع البذور وبيحمصها وبعدين بيطحنها، عشان كده بنلاقي زيت الارجان مخصص للطهي بيبقى بني غامق. تاسع نقطة بقى المصدر، الشركة. كل ما كانت الشركة سمعتها حلوة وليها اسم في السوق، كل ما كان زيت الارجان اصلي. يا رب اكون فدتكم في الفيديو ده، ويا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة بتاعتي، وللي اي سؤال يسيبه في الكومنتس. شكرا.